نسبوا ابن خلدون لهوية المغاربة. البرنوس، عباية طويلة تغطي اللي يلبسها من الكتف حتى الرجلين، ومخيطة عند الصدر حتى اليدين. ناس الجلفة يلبسوا غير البرنوس اللي يخدموا هنساهم بوبر الجمال، وخدمتهم متقونة وبها معروفين. ناس حسي بحبح وعين والسارة الحرار يلبسوه بيض. وفي تبسة من عهد الفينيقيين كانت القشابية والبرنوس رمز من رموز الثقافة في المنطقة، والعروسة في يامتنا هادو كي تجي تخرج من دار باباها ترمي برنوس بيض من الحرير على كتفها ويكون مطروز على حسب المنطقة ديالها، كما القبيليات يطرزوه بالذهب. كاين اللي يقول اسم البرنوس جاء من كلمة لاتينية بيرنوس اللي هو غطاء كانوا يديروه رهبان في كل وقت، واشتهروا به البربر اللي كانوا في شمال افريقيا. حتى لحقوا قالوا ارض البربر تبدا وين يلبسوا رجال البرنوس وتخلص وين ما ياكلوش الناس الكسكس، وسماهم ابن خلدون صاحب البرانيس. البرنوس كان يزيد همه وشان اللي يلبسوا، على هذا كان لازم يترمى على كتاف غير اللي يعطولو حقه من القدر والقيمة. كان رمز الحكمة والرزانة والعقل. وفي الجمايع تاع القبائل كان لازم على الراجل يغطي راسه بغطى البرنوس قبل ما يبدأ الكلام. كي تجي الشتاء ترمي فوق جبال جرجرة العالية البرنوس الأبيض، وكي تجي الصيف يقوي رياحه ويحمي الأرض. صيف وشتاء الريام كانت تخدم بيدها الحنان برانس تحمي بيهم رجالها. البرنوس دفاهم بين حضانه، وفي وسط رجال اللي لبسوا على شانه. واليوم بالراجل المغربي تربطت حكايته برمز الهمة والحكمة، ومن حكي لي على زمان نقولوا خموس على كل من لبس البرنوس، وبالذات كي يتلح على كتاف العروسة والعروس.